بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله يا جماعة ده الفيديو السادس في إكسايت الرياض، طريق خريز بجوار توب سنتر للملابس. عاملين تخفيضات من 10 لـ70%. اتسألت كتير على المكاوي اللي بالبخار وإيه أفضل حاجة. بصراحة اللي أنا بصورهم دول أحسن من بعض يعني، وحاجات قيمة جدا وشيك جدا يعني. في اللبس اهي عليها خصم بـ1099 ريال، ما شاء الله عملاقة اهي، بـ1099 ريال من 1400 ريال، على خصم 300. ودي شكل تاني من فيليبس بـ579 ريال من 875 ريال. جميلة جدا بصراحة، حاجات قيمة وفخمة جدا ما شاء الله. هنا دي بـ779 مش عليها خصم، والماركة بتاعتها انا مش عارفة اقراها بصراحة. ايه ماركتها ايه دي؟ تيفال بـ689 ريال. ايه ودي فليبس برضو، دي ايه ارخص شوية بـ448 ريال. ايه بس عايزة اقول لكم كم وات انا بصور كده وخلاص. دي 1500 واط تيفال دي، وفليبس دي 800 واط، عشان كده رخيصة شوية. 800 واط 800 واط، لا 1800 واط، يا رب سامحني، 1800 واط. اهي تيفال دي اهي، واحدة اهي حلوة تيفال 279 ريال من 379، نازل عليها خصم 100 ريال. وهي شكلها اهي، هي ايه 1700 واط. دي الماركة اهي، وعليها الحامل بتاع الملابس، كله معلومة الحوامل بتاع الملابس، بـ429 ريال. في الرخيص وفي الغالي، دي بـ299 ريال من 439 ريال. اهي فيليبس بـ229 ريال من 439. دي تصفية يا جماعة، هما كاتبين تصفية اهي. وفي لبس دي بـ199 ريال، على الأقل ماركات معروفة، 199 ريال من 339 ريال اهي. دي كلها دي بقى حاجات مضخات مية، جباس اهي، دي كلها مضخات مية، غسالة الضغط، دي غسالات ضغط، مغسلة الضغط العالي، دي مغاسل ضغط عالي. هنا في مكانس كهربائية اتسألت عليها برضو. فيليبس اهي بـ295 ريال من 489 ريال، فيليبس و1800 واط وكام؟ كام لتر بقى؟ 1.5 لتر، دي مش فاهمة. خصم فوري 40%، ده غير تمنها. بس فين؟ مش هي دي، ده دي منفخ هوا دي ولا ايه؟ دي فين مكانها؟ مش لاقياها. خش بقى على العملاقات بقى، هيتاشي هتاشي اهي بـ1189 من 1299، مش عليها خصم اوي يعني. هتاشي 2300 واط وكام لتر؟ 25 لتر باين ولا ايه دي؟ مش عارفة، مكتوب 2.5 لتر ولا كام، مش عارفة. 999، ايوه دي 25 لتر، ودي 23 لتر. هتاشي برضه، هتاشي دي ممكن ياباني، بانيسونيك اهي. هنا ما شاء الله في الحاجات العملاقة، كلهم دول عليهم خصم. هتاشي بانيسونيك بـ879، دي 799، بانيسونيك اهي
هتاشي هياتشي هياتشي هياتشي، انا بقول هتاش هتاشي دي هنا، دي مكوي قصدي مكان السبانسونيك اهي، دي للسيارة للانتريه للحاجات دي، وفي اهو مكان اهي. والاسعار يا جماعة بصراحة تعبت اهي، دي المكنسة اللي بيعرضوا عنها اهي، دي الجديدة المكانس الجديدة يا جماعة اللي هي بتمشي كده، دي اللي هي بتمشي بالريموت دي اهي، ب1,959، مكنسة كهربية نوع بالروبوت يعني روبوت، قوة الشفط 2000، قوة البطارية اهي، هي دي اللي بيعلنوا عنها اللي هي بتمشي لوحديها دي، بتنضف روبرت مكانس اهي. وانسى هياتش اهي 1600 واط ب299 ريال اهو، بانسونيك بانسونيك الواناتك 500 509، دي ما شاء الله عملاق. هنا دي بقى المكانس اللي هي بالكهرباء بقى، اللي هي يعني ايه حاجات الاحبس بقى، 1799، فيليبس اهي 819، من 1149، انا بفرجكم بس. دي بقى اللي ما شاء الله اللي بتغسل السجاد 1100، ده نوع ايه، هوفر هوفر ايه، دي اللي بتغسل السجاد 1189، وهوفر ايه 1900، يو كانت ب1439 دلوقتي ب999، هوفر ايه ما شاء الله، دي برضو بتغسل السجاد ب999 ما شاء الله، ربنا يرزقنا ونجيب. دي الماركة دي معروفة بسال، دي بسال دي اهي ب1275 ما شاء الله، دي اللي بتغسل السجاد برضه على الجاف على الناشف يا ربنا. ودي برضه بسال ب1699، من 2000 يعني، ده حسب ماكينة غسيل عمودي من غير كيس سعة 50 لتر رطب وجاف، بتعمل رطب وجاف تنظيف سجاد سلكي لاسلكي يعني، طول الحبل 9 متر ما شاء الله. ألف وخمسمية تسعة وعشرين، 1189. نخش على المكيفات ولا بلاش؟ دي بقى مكيفات صحراوية اهي، دي ونسة ب 225، جباس ب379، وانسى مكتوب ملحوظة هامة، المكيفات الصحراوية تلطف الجو وليس تحت برودة مكيفات الفريون، وتعتمد على برودة المياه وهي صالحة للأماكن المفتوحة. طب احنا عايزين الأماكن المغلقة ب419 دي، وبرد الهواء الساعة 15 لتر، القوة 700 واط، الفولت 240 و220، التردد 50 هرتز، مش 50، 60 هرتز، تدفق الهواء 3 في الدقيقة، خاصية التنقية، جباس
صور لكم المكيفات، المكيفات على عروضات بقى ما شاء الله. اهو دي مكيفات، كل المكيفات عليها عروضات. ايه ده اللي ب 1199؟ ايه ده؟ رسوم التوصيل والتركيب للمكيفات الاسبليت ب 199 التركيب يعني. كل دي مكيفات عليها خصم. يا مكيفاتك يا جماعة، أنا تعبت بصراحة، تعبت. هنا في مراوح عمودية، مراوح مكاتب، مراوح سقف، مراوح أي حاجة يعني. أهو المروحة العمودية دي من ونسة ب 149 ريال بعد الخصم. أهي 69 ريال المروحة دي حلوة، 69 ريال. دي كنود ب 279 ريال. المكيف الصحراوي ده للحدائق يعني ب 999 ريال. ما شاء الله ما شاء الله، وانسى اهو كله مكيفات صحراوية. الصحراوية مكيفات ب 578 ريال المكيف ده، مبرد هواء يعني. نخش على الغسالات ولا بلاش؟ بالمرة خدوا الغسالات. ال جي دي سامسونج ما شاء الله، سامسونج نظافة فعالة ب 5999 يعني 6000 ريال، عملاقة ما شاء الله. أنا بفرجكم بس يا جماعة، دي ب 6969 يعني 7000. ودي سامسونج ب 7900 يعني 8000. يا خلصت من الجديد ما شاء الله ما شاء الله. دي سامسونج برضو ما شاء الله. تفضلي بصور. بس ممنوع التصوير كامل يا اختي، انا شوف قلت صورت المحل كله. ايوه ما عشان